الصورة الأكثر رعبا اللي احنا بنصلي ليل نهار مسلمين ومسيحيين في مصر، انه لا نوصل لها ولا نسمح انه حد يوصلنا ليها. دكتور أيمن، كنا وقفنا مع حضرتك عند وده دور الفن المصري. دور الفن المصري عليه الآن ان الفن المصري يمتلك أداة ان تشرح للمشاهد المصري ما هي ما نشرحه او ما نقوله، وتشرح له حقيقة الواقع العربي، حقيقة ما يحاكي الواقع للعرب، حقيقة تمثيليات الإعلام التي تصور ماهيات حروب معينة أو ماهيات اتجاه شعوب معينة. الإعلام قادر على أن يجعل مثلا أن الرئيس السوري، الإعلام الغربي، الإعلام الموالي الذي يريد لسوريا أن تسقط، قادر بشرح ما وبطريقة ما أن يجعل الرئيس السوري هو السفاح القاتل أو الأخير. الإعلام، إعلام الجزيرة هو الذي أسقط العراق. هو الذي أسقط العراق وأسقط هو الذي سرب معلومات غلط وما زال يحاول.